تبددت الأوهام، كان هنالك أوهام شديدة عند الإسرائيليين، أوهام شديدة عند العرب. العرب كانوا يعتقدوا أنه بإمكانهم هزيمة إسرائيل، أن إسرائيل لا تستطيع دخول لبنان، لا تستطيع دخول غزة. طلع لا، أنه إسرائيل بتستطيع تعمل اللي بدها إياه. اثنين، هنالك أوهام عند إسرائيل. إسرائيل كانت تعتقد حدود الأردن آمنة، أنه الأردن كله صبابة. لا، طلع مش كله صبابة، ولا طلع أن الدول العربية اللي وقعت سلام مع إسرائيل فعلا ملتزمة بالسلام مع إسرائيل. مرحلة الاستيقاظ من الكوارث. وكي نختصر، المرحلة مثل المنطقة، كأنه جرح رمى على فساد وتم النبش عليه. عندما تنبش على جرح متعفن تظهر الروائح ويظهر الفساد. نعم، لكن مضر على سبيل المثال الأردن تعيش ظروف خطيرة على سبيل المثال في ظل هذه الحرب. نعم، الأردن مثلا كنا من قديما نحذر من هذا الموضوع. إذا بنا نكتشف فجأة أن الحشد الشعبي الشيعي العراقي الإرهابي والحرس الثوري الإيراني موجودين في الأردن ويهددون بالقصف عبر الحدود، إذا بنا نكتشف أن الحدود في مصر، حدود سيناء، ليست آمنة، إذا بنا نكتشف أن نظام الأردن الذين كانوا يقول أنه ثابت، أنه الآن هو نفسه يقول أنه أنا في خطر. إذن باختصار، نحن نشاهد تغير دراماتيكي، زلزال في المنطقة، قلب المنطقة على رأسا على عقب، كما يقول المثل الأردني والفلسطيني، مجنون بحط بير في حجر 30 عاقل ما بيطلعوه. ما فعلته حماس أشعل المنطقة، والقادم على فكرة أصعب وأشد صعوبة، ولا يحتاج خبير قد يقول هذا على التلفزيون. نعم، دكتور مضر زهران، أعتذر على ضيق الوقت، سياسي أردني موظف سابق في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. أول شيء، هذه الحالة